قتل باسل الأسد الذي عينه حافظ الأسد خليفة له في حادث سير. في مقابلة أجرتها مع قناة تلفزيونية رومانية عام 2010 أوضحت بعضا من مهامها بصفتها زوجة الرئيس. تعتبر مبادرة اتبع النساء الدولية مبادرة مذهلة للغاية، وسأقول لكم لماذا. في هذا الفيديو الذي تم إخراجه بعناية شديدة مع الخلفية الصوتية الحزينة، تظهر أسماء الأسد في القصر الرئاسي. أسماء سيدة الموت الأولى، وثائقي يأتيكم على تلفزيون الأورينت في الأوقات التالية.